سلسلة حياتي بشكل كانت أكبر من مجرد عمل، كانت تحدي كبير بالنسبة لنا كامل، بالنسبة للفريق كامل، لأنه يعني باش تدير واحد السلسلة اللي فيها 9 ديال الحلقات وحدة اللي هي تسبريمات بميزانية اللي هي تقريبا صفرية وبإمكانيات اللي هي ذاتية شوية صعب. تحدي كبير كان بالنسبة لنا أنا والطاقم التقني في حياتي بشكل. وديروا باي باي. خوت تسناو شي حاجه صداع. حاولنا نعطيو سلسله كبيره بامكانيات بسيطه جدا، ومن فوق كدير جوله في مجموعه من المدن المغربيه عاوتاني بميزانيه اللي هي صفريه. فالحمد لله توفقنا في هذا الامر هذا والحمد لله. واكثر حاجه عمر غنساها هي الحلقه ديال البحر ما يرجع ليا الماء. ديك الساعه كنت غنموت، رجع عليك الماء وخباك غطا كامل، كنت ماشي في الارض ما عندك كيدير تفكر راسك. فاش صورنا الحلقه ديال كابتن جزيره نو صورنا مع بزاف ديال الاطفال اللي فريمون صعيب بزاف انك تتعامل مع الدراري الصغار، لانه كل واحد باغي يبان في الكاميرا، كل واحد كيشوفك جاي كتصورو كيبدا كيجد كره كيسمع كيبدا كيفانتي غير بوحدو، يعني كانت صعيبه شويه. اللقطه الثانيه هي ديال الباراديس، صراحة أنا ما كنعرفش نعوم، ما عنديش مع العومان نهائيا، وجاني هذاك الدور مع قد ما عندي غير نصبر. أكثر حاجة عصبتني شي شوية كانت الحلقة ديال بارادايس اللي للأسف ما تصورتش كما تكتبات يعني في السيناريو، لأن الجزيرة صدق عنده واحد الفوبيا ديال الفوبيا ديال الماء، وما قدرش انه يقوم باللقطات اللي كانوا في السيناريو، مما ادى الى انخفاض نسبه الضحك شي شويه. كانت تجربه جديده مع فريق سلسله حياتو في شكل، خصوصا انه كانوا مجموعه ديال الشباب، كان حماس كثير، كانت ابتسامه ديما في التصوير، وكان الجزيره جميل جدا بالاداء ديالو، فكان ضحكنا في الكواليس قبل ما يضحك في حياته بشكل. كذلك الاخراج المتميز ديال المخرج كريم جبران، والحلقه اللي كانت هي صعيبه بزاف لانه كنا صعبنا بزاف، وكان العمل اللي هو شويه كثير وطويل، ولكن النتيجه بالنسبه لي انا مرضيه جدا وفخوره جدا. اكسيون. شنو وقع لك اليوم؟ شنو ايه اكسيون؟ اه محمد شوف انا شوف المشاركة ديالي في السلسلة ديال حياته في شكل نبع من واحد القناعة اللي هي كبيرة، خصوصا أن هذه السلسلة هذه بواحد المجهود كبير ديال واحد المجموعة ديال الشباب ديال هذه المدينة هذه، اللي كل واحد صراحة كل واحد متفوق وكيبدع في الحاجة اللي كيعطي فيها، وهذا هو الحاجة اللي زاد أنا عجبتني وخلاتني أنني ندخل وما نحس كاع براسي غير في وسط هذه السلسلة هذه. بالنسبه للموسيقى ماشي انا اللي خدمتها بوحدي، ما يخدم معايا واحد الصديق ديالي اللي هو سفيان بوشلقة. حاولنا التيم ديالها انه يكون تيم ملائم للنوعيه ديال السلسله والشخصيه ديال الجزيره. حاولنا اننا ندخلوا فيها جوج ديال لي ستيل اللي هما البلوز والريغي، اللي هما فيهم واحد طابع كوميدي وملائم للنوعيه ديال السلسله.
موسيقى رائعة جدا ممتازة بريفكت. بالنسبة للشعار ديال حياته في شكل، حاولت من خلاله أنا والصديق اللي كيخدم معايا أننا نديرو في شكل، حاولنا نلعبو على لا تيبوغرافي ديالو، اون بليس اختارينا أنه تكون واحد تخيك اللي نلعبو بها اللي هي العينين. علاش؟ حيت جزيرة اللي هو طيب كيحاول يلعب بالعينين ديالو بالغريماس ديالو باش كيضحك، وحنا هادشي دخلناه في اللوغو. بالنسبه للكولور باش خدمناه في اللوغو هو ان جزيره فاين معروف باللون الاخضر، وما بغيناش نخرجوا على هذا التيم هذا، عليها اختارينا اللون الاخضر. كما كتعرفوا بالنسبه للتسويق كاينين، حاولنا نستهدفوا جوج ديال الموقعين الاكبر في العالم اللي هما فيسبوك ويوتيوب. بالنسبه لفيسبوك تكلف به الاخ سيمو لايف اللي هو كما كتعرفوا خبير في التسويق، وانا تكلفت باليوتيوب وحاولنا نوظفوا طرق وتقنيات اللي يمكن نوصلوا لاكبر عدد من المشاهدين. حاجه اخرى مهمه اللي انا صراحه كنت كنركز عليها بزاف هي انه بغيت ان السلسله تكون كلها يعني تخرج بامكانيات يعني اللي كاينين عند الشباب ديالنا، يعني سواء في الديزاين سواء في الموسيقى، سواء حاول صراحه انه ما نجيبش شي حاجه خارجيه ماشي ديالنا. احسن حلقه بالنسبه ليا هي الحلقه ديال البحر. علاش؟ ما عرفش، المهم عجبتني. احسن حلقه كانت ربما بالنسبه ليا الحلقه ديال الجامعه، لانها كانت اكثر حلقه مدوزيه من ناحيه الكاك، يعني لدرجه انه كتفرج وكتضحك كل 10 ديال الثواني. جزيره كيخرج من هنا كيدير يعني واحد السن هنا كيخرج كيمشي كيدير عاوتاني يعني، وكانت ناجحه حتى تسويقيا، طبعا من ناحيه التسويقيه كانت ناجحه بزاف. وصراحه انا بالنسبه لي هذيك هي احسن حلقه. الحلقه انا اللي جذبتني اكثر هي الحلقه الاخيره ديال الخطبه، فعلا فانا فاش شفتها ما نقدرش نحبس الضحك. يلا يلا صافي بارك الله يلا دخل بعدا. الحلقه ديال الجامعه كانت اخراجيا ناجحه، وتسويقيا من ناحيه ليغاغ الاجواء فاش كانت ناجحه. المهم هذه هي احسن حلقه بالنسبه لي. انا صراحه عجبتني الحلقه ديال القهوه. علاش؟ لانه كان فيها واحد النوع ديال التمثيل اللي كتحس به انه واقعي بواحد النسبه كبيره، لا من الجزيره لا من بعض الوجوه اللي كانت تما. صراحه انا هذيك هي الحلقه اللي عجبتني بزاف بزاف، وطبعا راه عجبوني كاع الحلقات ولكن هذه هي اللي عجبتني بزاف. هي الحلقه ديال الواد، واللي كان يعني حتى التوظيف ديال الموسيقى فيها كان مزيان وكان ملائم، يعني ديك لا ميلودي ديال تان 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 تان، يعني جات مزيانه. الحلقه ديال الجامعه لانها الفئه العمريه اللي كتستهدفها سلسله حياته في شكل. اخر لقطه كنت من انهم يسرعوها، لان الا ما سرعوهاش غادي تسعيل على الثاني. احسن الى كنا بغينا نهضروا على شيء مستفاد من حيث شكل بالنسبه لينا حنا كايكيب هو العمل الجماعي.